تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من قصه كل جمعه اللي بتجيكم مني انا محمد عواد عبر قناه سيلف سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى. اكيد عام 2020 اللي عشناه السنه الماضيه كان عام غريب، ما فرق بتلعب بدون جمهور وتوقف دوريات الغاء دوريات وتدريبات عبر تطبيق زوم، لكن هذا العام رغم غرابته عارفين سببه، كورونا والجائحه اللي ضربت كل العالم وخلته كله غريب، مش بس كره القدم لكن في كرة القدم. هناك سنة غريبة، هناك سنة عجيبة غير قابلة للتفسير، مع اني ححاول افسر باخر هذه الحلقة شو اللي صار في سنة 2004، السنة الاغرب في كرة القدم، السنة اللي فيها انجازات فريدة حققتها اندية وما كررتها، والسنة اللي فيها معجزات ومفاجآت على الاغلب ايضا مش حتتكرر معنا. عام 2004 اللي اول ما اقوله بتقول على طول اليونان اليونان اليونان، بطلة امم اوروبا اللي بلشت بالفوز على البرتغال وختمت بالفوز على البرتغال، المنتخب اللي كان كل مباراة يسدد تسديدتين ثلاث ويسجل معظم اهدافه من ضربات ثابتة او كرات رأسية، وما قدر حدا يهز شباكه الا بصعوبة بالغة، وامرات ما كنت تشوف حارسه لانه 11 مدافع في هذا الفريق، الفريق اللي قدر ينتصر باسماء غير معروفة وبمدرب كان بيحمل رقم قياسي كصاحب أسوأ خسارة في تاريخ الدوري الألماني 12 مقابل لا شيء. أوتوري هاجل عملت عنها قصة جمعة مفصلة جدا، وللعلم كان بإمكاني أعمل كل قصص الجمعة من عام 2004 وأعيش على هذه السنة، سنة فيها كثير قصص غريبة. كملوا معنا بالحكاية، في يورو 2004 كان في غرائب كثير غير البطل، كنا نتكلم عن إيطاليا وألمانيا وإسبانيا طلعوا الثلاثة من الدور الأول، ألمانيا ما عرفت تغلب منتخب اسمه لاتفيا، احنا بنتكلم عن بطولة غريبة بتفاصيلها فيها مباراة ما بين هولندا والتشيك، أيضا عملت عنها قصة جمعة، تعتبر بالنسبة لكثير ناس أجمل مباراة في تاريخ أمم أوروبا يورو 2004، غرابتها وقمة غرابتها فوز اليونان، لكن تفاصيلها كلها غريبة. وحتى تزيد غرابة يورو 2004 اليونان لاعبيتها تقريبا ولا واحد فيهم انتقل لنادي كبير، عكس الدنمارك اللي كان فيها شمايكل ولاودروب واسماء كبيرة، اليونان ولا واحد فيهم تقريبا راح على نادي كبير، اليونان لاعبيتها اختفوا معظمهم بفترة قصيرة بعد ذلك. وقبل ما تبدأ يورو 2004 كان في شخص عم بيولد اسمه السبيشال وان عم بيرسل انذار للعالم، هاي السنة مجنونة يا عالم استيقظوا، لانه بورتو عم بفوز بلقب دوري الابطال، ومين النهائي معاه؟ موناكو، المعجزة بالطرفين النهائي، الاثنين غير متوقع انهم يوصلوا والاثنين عم بيلعبوا النهائي. واعتقد بنظام دوري الابطال الحديث الجديد من النظام الجديد هذا النهائي كان اقل نهائي ميزانية في تاريخ البطولة، يعني من حيث الترتيب، يعني لو رتبت الأندية من الميزانية من الأعلى للأقل من 1 لـ 32 أعتقد ترتيب الاثنين كان في بداية التوزيع، هذول أقل الاثنين لعبوا نهائي. مورينيو فاز على موناكو 3-0 وحقق بورتو لقب الأبطال الثاني والأخير، وكلمة الأخير حتسمعوها كثير، اليونان آخر لقب إلها، بورتو آخر لقب إله في دوري الأبطال، والروح على الدوري الألماني اللي كان أيضا في صدمة كبيرة، فيردر بريمن بحقق لقب الدوري الألماني بعد غياب 11 سنة، وآخر أيضا لقب دوري ألماني بحققه فيردر بريمن. الغريب جدا بفوز بريمن مش بس المفاجأة الكبرى وإنه هزم بايرن، إنه الموسم اللي قبله كان الفرق بينه وبين بايرن 23 نقطة وكان بالمركز السادس، وبالموسم اللي بعده رجع الفرق 18 نقطة مع بايرن لكن كان في المركز الثالث. فيردر بريمن زاد الغرابة بتفصيل أخرى حنحكيها الآن، كان معاه لاعب برازيلي هداف مميز رائع قدم موسم خارق في حياته، هو هذا الموسم 2003-2004 سجل فيه 28 هدف ليصبح أول لاعب أجنبي بفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الألماني، وأثناء ماكينة أهداف إلتون انتبه الاتحاد القطري لكرة القدم، إيه هذا إلتون ما بيلعب مع المنتخب البرازيلي، كيف؟ تعال نعمل معك صفقة بنعطيك ما يقارب 1.5 مليون يورو سنويا مقابل تقبل تمثل منتخب قطر، وحنعطيك مكافآت وحوافز إضافية بناء على النتائج واللي حيتحقق. لتلك اللحظة للعلم ما كان في قانون يمنع تجنيس كرة القدم بهذا الشكل، اجتمع الفيفا ب 2004 وعمل قانون أثر على الكرة الدولية ليومنا هذا، أعلن وأغلق كل المنافذ للتجنيس إذا كان اللاعب مش أصله من هالبلد أو ما انولد في هالبلد أو ما عاش 5 سنين متواصلة في هذه البلد، يعني يصير عنده انتماء معين لتلك البلد. كان اجتماع طارئ تم إغلاق فكرة تجنيس خطيرة حسب بلاتر، إنه لو سكت كان على الأغلب الدول الغنية صارت تيجي بلاعبين برازيليين في كأس العالم. هذه هي فكرة 2004، عملت قانون دولي لليوم، وفي الدوري الإسباني كان أيضا في شيء كبير جدا.
فالنسيا بحقق ايضا اخر لقب دوري حتى اليوم. اتذكروا كم واحد صار عامل اخر مرة في حياته ب2004. فالنسيا بيجيب الدوري، بتقدم على برشلونة بفارق 5 نقاط ومع لاعب اسمه ميستا، اعتقد سجل 19 هدف. هذا اللاعب عاش موسمين كويسات في حياته، واحد منهم اخذ الدوري من الجالاكتيكوس ومن رونالدينيو مع برشلونة. وفالنسيا ايضا كسر العقد الأوروبية، كان عم بيلعب نهائي الدوري الأوروبي مع مارسيليا، وقبلها الصحف الإسبانية كتبت هذا النادي متشائم بعد مشكلتين دوري الأبطال اللي خسر نهائيهم، الطاقة السلبية تعج في غرفة تغيير ملابسه قبل المباراة. ولكن بينيتز واللاعبين اللي معه جابوا اللقب وهزموا مارسيليا، وأيضا هو آخر لقب أوروبي حققه فالنسيا. وعلى هامش إسبانيا كان في رومونتادا، نسيت أحكيها، في دوري الأبطال ديبورتيفو بيخسر 4-1 مع ميلان في الذهاب بقيادة أنشيلوتي، ميلان البطل بالإياب بيتلقى رباعية نظيفة لما يواجه ديبورتيفو في إسبانيا. وأيضا في دوري الأبطال 2004 قصة بتضحك أخرى، عملت عنها قصة الجمعة، مش بقولكم بتكفيني عام 2004 أعمل عنها قصص لسنة كاملة. كان في أندرادي عم ينطرد أمام بورتو عشان مزح مع زميله ديكو، وكانت اسمها قصة أكثر مزحة مدمرة في تاريخ كرة القدم. وخلونا نروح لإنجلترا، وهناك كان في فريق لا يقهر، فريق رهيب لا يخسر أبدا، أرسنال بيفوز بالبريمير ليج بلا أي خسارة، أرسنال بيفوز بالكأس الذهبية، أرسنال بيحول تذكرة 15 مايو لذكرى التفوق وعدم الخسارة، لمستوى أنه يوما ما في حسابهم على تويتر شالوا حرف الإل من اسم أرسنال لأنها بتعني لوس، بتعني خسارة ما في داعي تكون موجودة. أرسنال الذهبي الخارق بقيادة تيري هنري، أيضا كان ذلك لقب آخر لقب دوري بيفوز فيه أرسنال، ولقب دوري فريد من نوعه بلا أي خسارة ما قدر حدا يعمله في عصر البريمير ليج. وخلونا شوي مع أرسنال لأنه كان في كرة ذهبية عجيبة غريبة ما حدش عرف كيف صارت. جاء وقت الكرة الذهبية عم بفوز فيها شيفشينكو، الناس عم تتفرج، أوكي ممكن يعتبروها تعويض إله عشان 2003 أخذها ندفيد ما أخذها هو، أوكي لأنه جاب دوري الأبطال لميلان. طيب والثاني ديكو بطل دوري الأبطال ممكن نمشيها. طب والثالث رونالدينيو اللي غاب عن كوبا أمريكا وما لعبش نصف الموسم تقريبا مع برشلونة بشكل جيد لأنه شدت حيل برشلونة كانت بالجزء الثاني، وكان عندنا لاعب عم بقود أرسنال ب 30 هدف وعدم خسارة وما بيكون بالتوب 3، وبتكلم عن تيري هنري. هذه اللحظة، هذه الذكرى بصنفها الإنجليز دائما إنها واحدة من أشهر سرقات الكرة الذهبية، وبنظرهم تعادل أي حالة جدل في تاريخ الكرة الذهبية. ولو رحنا عربيا فعندنا مناسبة خاصة في كأس أمم أفريقيا 2004، تونس تتوج باللقب على حساب المغرب، وللعلم ذلك النهائي الأفريقي الوحيد اللي جمع فريقين عربيات طول هالتاريخ، وكل منتخباتنا العربية الأفريقية القوية ما قدروا في بطولة واحدة يكونوا الاثنين قويين لدرجة انهم يتواجهوا في النهائي. وعربيا ايضا عندنا قصة صدمة العالم، دولة عم تحتلها امريكا اللي هي العراق، وعم تتسبب بفوضى كبيرة في البلد، مؤلمة، الله يعين الشعب العراقي ويخرجوا من كل هذه الازمات ان شاء الله. لكن كان المنتخب عم بيروح بعد سنة وبيلعب بالاولمبياد وبيلعب نصف النهائي في واحد من المعجزات اللي خلت بعض الصحف والمجلات العربية تعنون نحن نحتاج الى احتلال عشان يصير عندنا كرة قدم مثل هالكرة العراقية الرائعة. وفي أيضا عندنا قصة عربية خالدة رائعة لازم ينعمل عنها قصة الجمعة قريبا، الاتحاد بيلعب نهائي دوري أبطال آسيا، وبتكلم عن اتحاد جدة السعودي، بيخسر لقاء الذهاب في السعودية 3-1، يعني خسر يعني طلع، لكن لا الإياب في الاتحاد عم بيفوز بخمسة، وبيعلن فيها الاتحاد نفسه بطل آسيا، وبيعلن إنه الريمونتادا الأهم والأشهر والأقوى في تاريخ آسيا بطلها نمور جدة. 2004 كله تفاصيل وقصص تاريخية، مثلا ميدل إزبرا نادي إنجليزي نعرفه جميعنا، هذا النادي تاريخه يعني بيزيد عن 130 سنة، حقق لقب واحد في تاريخه، هذا اللقب كان في 2004 في كأس الرابطة الإنجليزية على حساب بولتون لما فاز 2-1. ميدل إزبرا وقتها كان معه لاعبين ثقال، كان معه ميليتا الإسباني، زندن الهولندي، وأيضا جونينيو البرازيلي. وفي 2004 حتى الدول الضعيفة عاشت مفاجآت، سان مارينو بتفوز أول فوز بتاريخها في كرة القدم، أول فوز بتحققه هاي الدولة في تاريخها كان في 2004، سان مارينو بتهزم ليشنشتاين وديا بهدف مقابل لا شيء. وفي 2004 أعتقد كان عندنا أصغر قائد دولي في تاريخ كرة القدم الدولية لفترة طويلة وسنوات طويلة، دارين فليتشر بقود منتخب اسكتلندا وعمره 20 سنة، نتكلم عن قيادة منتخب مش عن قيادة نادي، ما بنتكلم عن ترويج لاعب أو إرضاء لاعب عشان يجدد عقده، بنتكلم عن قائد منتخب وطني عمره 20 سنة. ولو قلت لكم كلمة أونس كالداس
إذا أنت مش متابع أمريكا الجنوبية كويس، على الأغلب حتفكرني بعرض عليك نوع وجبة مكسيكية، لكن في الحقيقة عم بتكلم عن نادي كولومبي فاز بليبرتادوريس 2004، وأعتقد اسمه لو دورت عليه بجوجل ودورت آخر سنة مش هنلقى عنه ولا خبر مكتوب بالعربي. أونس كالداس إحدى أهم المفاجآت في تاريخ ليبرتادوريس، هزم بوكا جونيورز، اتعادل معاه بالذهاب والإياب 0-0 1-1، ما في قاعدة أهداف خارج القواعد، راحوا لركلات الترجيح. بوكا جونيورز كان معاه كارلوس توفيز ومدربه الأسطوري بيانكي، ويفاجئنا كالداس ويفوز بالبطولة بركلات الترجيح. للعلم كالداس لما رحت أشوف صفحته بسنة 2004 نص لاعبين ما حدش بيعرفهم لدرجة إنهم مش متغلبين يعملون لهم سطر عنهم في ويكيبيديا. وخلونا في أمريكا الجنوبية، ما هو الجنون لما يضرب يضرب كل القارات. الأرجنتين بتلعب مع البرازيل في نهائي كوبا أمريكا، وفي الدقيقة 87 سيزار دالجاتو بيسجل 2-1 للأرجنتين. مبروك يا الأرجنتين، جبت اللقب. لو ما فيش أدريانو اللي سجل التعادل بالدقيقة 93 وراحت المباراة لكرات الترجيح وتفوز هناك البرازيل باللقب. وللعلم في هذا الهدف تبع أدريانو هو الهدف الوحيد في كل تاريخ كوبا أمريكا مباريات النهائية أتحدث يسجل فيه لاعب هدف بعد الدقيقة 90 ويكون هدف مؤثر وإله معنى. وفي 2004 كان عام المهاجمين للمستقبل، كان عام اللي اشترى فيه مان يونايتد روني، واللي اشترى فيه برشلونة إيتو، واللي اشترى فيه يوفنتوس إزلاتان وجابوا للدوريات الكبرى، وأيضا تشيلسي جاب فيه دروغبا. تخيلوا هدول كم سنة شالوا كرة القدم. وللعلم لازم ما أنسى شغلة مهمة جدا، كيف كنت بدي أنساها، ميسي أول مباراة رسمية له مع برشلونة في الليغا كانت في أكتوبر 2004 لما واجه إسبانيول، وأيضا كريستيانو رونالدو حقق أول لقب في مسيرته بعام 2004 لما فاز مع مان يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي. وأيضا 2004 كان العام اللي قرر فيه إطلاق بطولة كأس العالم للأندية وإنهاء بطولة كان اسمها الانتر كونتيننتال، واللي تصنفت رسميا كالأب الروحي لبطولة مونديال الأندية، واللي في 2004 كانت آخر مباراة فيها ما بين بورتو وأونس كالداس، وفاز بورتو 8-7 بركلات الترجيح. وفي عام 2004 بدأ الطب يتدخل أكثر وأكثر في كرة القدم لأنه شهدت حادثة حزينة جدا. الكاميرا التلفزيونية عم تلتقط سقوط لاعب المجر اللي كان يمثل نادي بنفيكا فيهر، أحد المهاجمين المميزين بتلك الفترة، اتوفى خلال المباراة سكتة قلبية. بعدها العالم بلش يناقش أكثر مفهوم الفحوص الطبية والقلب ونبضات القلب والاهتمام فيها، وكانت لقطة بالتأكيد من أهم اللقطات اللي صحت الناس انه الضغط على اللاعبين كثير عم بيزيد لمستوى انه بدأ الموضوع يهدد حياتهم. واحنا كمشاهدين كمتفرجين عام 2004 كان العام اللي بلشت توصلنا فيه اخبار انه في اشي اسمه تشفير الدوري الاسباني، بدأ في ضغط كثير يجي من الليغا على الجزيرة الرياضية وقتها انه انتوا اقماركم الصناعية عم توصل اطراف اسبانيا وهذا عم بضر الشركات الناقلة هناك، لانه الجزيرة الرياضية كانت عم بتبث بشكل مفتوح ومش مشفر. بدأت توصلنا فلسفة التشفير وقتها بشكل واضح وصريح، ومن يومها بدأ ولم ينتهي. لقيت موقع 90 Minute عم بوصف عام 2004 بقوله العام الذي تصرفت به كرة القدم بغرابة، ولما تدور على 2004 حط كان جنبها بس كلمة ويرد فوتبول حتى لقى كثير ناس عم بتسألوا شو اللي صار في هذه السنة. دائما أنا تفسيري ل 2004 بسيط يعني، وممكن يكون غلط وممكن يكون صح، لكن تفسيري هو إنه ذلك العام كان عام التحول من الاحتراف الناعم للاحتراف القاسي، عام التحول من كرة القدم اللي بتدخل الصناعة شوي شوي لتدخل الصناعة بشكل قاسي، دخول العلم، ارتفاع رتم التدريبات وضغطه، ارتفاع ايضا عدد المباريات لكل لاعب، كانوا يتريحوا اكثر، صار لا ما فيش اشي اسمه مداورة العب يلا بدفع لك راتب عالي، صار الضغط كثير يصير على اللاعبين، تشتت التركيز، دخل الاعلام، بلشت بدايات السوشيال ميديا، بدأت ايضا الانترنت تدخل اكثر واكثر بصناعه الخبر والوجهه النظر العام، صار الضغط يزيد. في تلك الفتره كانت مرحله خلينا اسميها عدم توازن لكل شيء حول اللاعبين، فصار طبيعي تصير اشياء غريبه، صار طبيعي تصير اشياء غير متوقعه وردات فعل ايضا غير مدروسه من البعض. عام 2004 يبقى بلا نقاش واحد من اغنى اعوام كره القدم بالاحداث بالتفاصيل بالمراحل التاريخيه. هون بوصل معكم لنهاية قصة الجمعة، بتمنى تكون عجبتكم، بتمنى كدائما بالتعليقات تحكوا لي شو بدكم قصص، بس اتأكدوا اني مش حكيها لان كثير حكيت قصص جمعة تقريبا فوق 100 قصة وصلنا الحمد لله. وبنوصل هون لنهاية هاي الحلقة، بتتركوا لايك ما تنسوني وشايروا الفيديو مع الناس اللي بتحبوهم، والسلام عليكم ورحمة الله.